أعزائي المشاهدين، ردينا معاكم مع هذا الفاصل. دائما احنا نشوف مسلسلات تركية ونقول هذول قصص، اليوم معانا شيء واقع. مساكم الله بالخير خلود وأمين. مساء الله بالنور. بالرغم انك كنت حامل ولبيتي دعوتنا، اشكرك على حضورك. وانت لكم تفخة ها؟ لا لا ما شاء الله عليك، لايق لايق. خلود، كانت بداية علاقتكم نفس القصص التركية. تكلمينا بس تراك من عندكم تراك، كلمينا عن البداية. احنا احلى، كلمينا عن البداية. شنو البداية؟ بداية شلون تعرفتي على امين؟ بدايتنا كانت قصة حب سنتين والحمد لله الله وفقنا. قبل قصة الحب شلون تعرفت عليه؟ شلون تعرفت؟ هني كهو كان في حادث سيكل. لا هي ما شلتها الحمد لله، قد اشرك. خلها شوفوا، يسألوني بالسناب وباللايف، مع انه ترى موجود الجواب باليوتيوب بكل مكان. تعرفت عليه كان اسمه عليه حادث، وكان وقت شفتي، ويعني كنت انا الطبيبه المعالجه له في قسم الطوارئ طبعا. والله يتمها المحبه ان شاء الله. مسي عليكم، انا ما مسيت عليكم اليوم. امين تعبان، شكرا الله بالنور. ما شوف شر شر وين ترى؟ خاف من العين ترى. لا وين، ما في عين. الله الحافظ. اليوم احنا نقول لكم مبروك وكل عام وانتم بخير على اول عيد زواج. الله يبارك فيك. طبعا والله يتمم عليك الحمال بعد. حبيبه قلبي تسلمين يا عمري. شلون شايفين اليوم التواصل بالسوشيال ميديا؟ اليوم انتم شخصيات مؤثره جدا بالسوشيال ميديا. الحمد لله. شنو سؤالك؟ شلون شايفين التواصل وراي الناس وتعليقاتهم على وجودكم؟ اليوم وايد ناس قامت تقول ان الحياه اليوميه مالتكم اللي في البيت انتقلت الى السوشيال ميديا. صح. صار ماكو خصوصيه. صح، بس اغلب الناس حابيننا. يعني سواء كنت مشهوره ولا مو مشهوره، انا اموت على التصوير. فانا ما عندي مثلا، في مشاهير عندهم سنابهم العام وعندهم مثلا سناب خاص. حلو. يعني سناب الخاص يصورون فيه التفاصيل، انا ما عندي، ما لي خلق سنابين فخلاص. بس خلود، ما صار في خصوصيه في الموضوع كحياه زوجيه؟ الناس حبوا هذا الشيء. انت حابتها برايك؟ انا يعني ها، انا احب التصوير ودائما نصور مع بعض، فصار هذا الشيء ان شهرتنا صارت ان كابلز، واحلى كابلز، والمناسبات اللي نسويها والحفلات. بس خلود، في تعليقات وايد سلبيه يعني. انا من المتابعين. لا في، لا في تعليقات سلبيه. وانت تكلمتي في اللايف انستغرام. انا اقول لك مثلا 10,000 كومنت كله الله يوفقك، الله يهنيك، احنا نحبك. تلاقين 5 ولا 10 ما في خصوصيه، ما ادري شنو. فعادي، اهم شيء ان اللي يحبونا وايد الحمد لله. انت تشوفين الامر طبيعي وعادي؟ وبكل شيء، بكل شيء. والله في ناس والله ما يطلعون ويهم ولا يطلعون خصوصياتهم، هم تجي لهم انتقادات. يعني تجي موجودين اللي ينتقدون. توافق الراي؟ هي كل شيء عندها. انا ما يعني شلون امين ترى مرات يقول لي لا تصورين، خلاص الناس قاعد تقول لنا شيء بسناب. انا اقول امين خلاص، الناس بروحي. حبونا كذي. اليوم 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 انا بتكلم شويه على بتكلم شويه مع امين على البيت. اليوم احنا عارفين بالمجتمع الكويتي الموجود والعربي كله اليوم ان الريال وهو القائد، اي وهو اللي يقول كلمه خلاص تمشي. القرار بيده. هاي امين اكيد. حتى القرار عندك اكيد. هي تقول ايوه عند منو؟ قولي. والله احنا يعني احنا نشاور بعض. شوفي التفاهم موجود، بس ساعات اذا سكرت بس يطلع السيد يقول قرار عندي وانت. بس انا يعني مرات اقول له لا خلينا نسوي عفيه، وين شنو مثلا اقول له مثلا شغله خلينا نسوي، يقول لي لا لا، واقول له لا راح نسوي نسوي، وبعدين ينقلب ضدي، بعدين يقول انا ايش قايل لك. فانا الحين ساكته، واي شيء يقول لي انا راح اسوي والله. وعافيه. بس احنا دائما نتشاور يعني بكل شيء، يعني كنا احنا يعني كنا اصدقاء. مو متزوجين وبس، لا، اصدقاء، ربع، اخوان، ماما بابا، ماما وبابا واخوي وكل شيء. خلود، اليوم الاعلانات تسوين اي اعلان يجيلك ولا لازم فيه تجربه لازم تسمع عنه؟ لا انا اقول لك، في اعلانات اسويها، في اعلانات يعني الناس يقولوا لي مثلا دكتوره وتسوين كذي اعلان، دكتوره عرفتي انا كذا اعلان ترى يالي ومسحته. زين خلود، ليش ما تدين الحين دكتوره وخلاص تجابلين على السوشيال ميديا؟ لا اضيع تعب 7 سنين. بس الاعلان الحين يطلع اوكي. اضعف زين انا جراني اغمض عيوني وابطلها الاقي انه ما في شيء اسمه سناب وانستغرام، شنو خلاص. بس لا انا يعني وظيفتي موجوده الحمد لله، وتعبي لا ما ضيعه الحمد لله. طيب اليوم العين متكره بالقران. اكيد الله يتمم عليكم ان شاء الله المحبه وكذا، ما خفتوا من هالشيء؟
يعني الله الحافظ. الله الحافظ، نعم بالله. بس العين مذكوره بالقران اكيد. انت اليوم قاعد تطلعون الاشياء اللي تطلعون فيها وايد حلوه، الناس يقول ايش معنى ليش هذول، ترى في غيره ازواج صارت وايد بالاشياء اللي انتم قاعد تسوونها. صح، مو ربع يدقون علي يقولون انت ايش قاعد تسوي؟ ما خفت على نفسك؟ لا مو كذي، شلون تجيب كذي؟ الحين مرتي تقول يلا جيب لي مثل ما امين جاب لي. كل يوم الحاله هذه، انت لا تصور. وايد زعلانين بس اي والله. مره سافرنا شي رحله تايلاند، امين ترى ذيتنا حريم من الحين تودينا تايلاند، وفعلا ياو حتى من قطر من السعوديه. احنا قاعد ننطر بعد الرنج شنو فيه؟ اي الرنج سويت لنا سالفه اصلا فيها. اي الكل هو انا مالي شغل والله. شلون هو؟ هو اقول جايب لي رنج. بس عطني الساعه. دليت على هالساعه. بس امين اذا يالك اعلان فري تسوي؟ ايه يعني ناس تمون عليهم ولا حتى لو ناس بعاد؟ لا مون عليهم انا، بس في ناس تستغل الشغله هذه. يعني شلون اذا انا باكل من عنده يبي يحاسبني. بس اذا يبي يعطي اعلان يقول لي لا فري ما شنو. يعني شوفي انا اقول لك مثلا اكونت ملابس شبابيه يقول له مثلا اختار اللي تبيه وسوي لي مثلا اعلان منشن ما يضر. عرفتي شيء يكون مثلا اوكي امين عاجبه اللبس اوكي، بس امين مو اي شيء يسوي بصراحه. كم قيمه الاعلان عندك؟ كل صراحه وبرقم كم؟ لازم نتشاور. انت تشوفي انا قبل يعني كل مره يعني كل ما زادوا مشاهداتي وزادوا هذا يزيد تزيد القيمه، بس انا الحين اسوي يعني 1000. والله زين يعني هو مو غالي. اللقاء اللي طاف كان 500 والحين صار 1000. الحين صار 1000. ليش الحين صار 1000 يعني ارتفع؟ حسب انا اقول لك، خليني اقول لك عشان لا يقولون ايش دعوه وما ايش دعوه. في ناس حسب اول شيء المشروع، في مشاريع بالبيت. نعم. هذا مبلغ بسيط، يقولوا لك مثلا ما ابي انستغرام بس سناب. نعم. فهذا يعني اقل وايد اقل. طيب امين ما زلت مستمر في عرض الازياء ولا وقفت؟ لا وقفت. بناء على رغبة خلود؟ حتى اول ترى مو عرض ازياء ترى. هم يدشون علي مصورين نبي نصورك. وقفت من كيفك زيادة. ولا بناء على رغبة من خلود؟ لا هذا ولا هذا. يعني لا من كيفك ولا لا من حتى من قبل ترى هي يعني هواية، مو اللي انا بداش المجال هذا يعني. نعم. انت شوف بروفايلي مو مكتوب موديل فوق. نعم. لان انا ما اشوف في موديل بصراحة. فليش اتبع نفسي موديل وكذي؟ والله شوف انت. والله قاعد اتابع انا كل واحد في بس قميص وشي صور كتب فوق مدل. لا صحيح. خلود وامين شنو الشيء اللي تكرهونه ببعض؟ حنتها بس. انا تدري انا حتى انا كلكم مو بس هي الحريم كلهم حتى انا لا ترى الحين صف وياك انا وياك الحين. انا وامين يعني تقريبا نقول متفاهمين بكل شيء الا بشيء واحد. اللي هو؟ نتهاوش وعادي مثلا يوم كامل يعني ما نتكلم بعض وشي زعلانين. الشاحن. الشاحن هذا مو راضين نتفاهم عليه مع انه بكل مكان موجود. بس احط تليفوني ماخذه امين وناطره ومستانسه الحين بروح الشاحن فل وبصور سنابات. الا الشاحن هذا الوحيد اللي مو راضين نتفاهم عليه. الحمد لله اذا سنتي. الحمد لله جيت على الشاحن. الحمد لله انا راضيه. الحمد لله على الشاحن امره هين. والله العظيم. كل الشاحن. طيب اليوم الغيره عند النساء يعني شيء كبير. اكيد. الى اي درجه وصل الغيره عندك؟ على امين توصل ممكن هوشه من كثر الغيره؟ وايد يعني انا غاره عليه وايد مو شويه. اي ما في جماله. ها؟ اي استحى بس والله انا مو هو يعني في تكون مرات مسكينه في واحده عادي تسال عنها يعني تقول لي شلون خلود وين؟ من هذه من بيت؟ من هذه؟ لا غير الصعبه هذا غير الصعبه ترفعها تجيبها من هذه. زين انت في حريم يسالونك يعني عندك في الانستغرام عن امين؟ عن امين؟ إيه قاعد تردين ليش هو لما احد يسأل يقولوا لي وين ليش مو وياك؟ يعني في ناس يبين ان ترى على نيتهم وكذي، بس في ناس لا. شو اسمه بالنسبه حق الغيره انا قبل كنت وايد اكثر من الحين. الحين طخيت شوي ديت. الحمد لله. بس انا والله يعني مو سالفه يقولون مثلا اللي تغار ما عندها ثقه بنفسها او ما تثق برايلها، لا لا. لا طبعا هذه امور طبيعيه. هذه الغيره ملح الحب. والحمد لله يعني غيره حلوه مو غيره يعني الواحد يكرهها. بس مو كل وقت يعني. شو قصدك يعني؟ اي في مرات لا. شنو؟ يعني في مرات شغلات ما لها سبب وانتم بس يتذكرون مو انت. طيب اليوم ليش علاقه بالفاشينيستات الموجودين؟ في تواصل اي بعضهم اي انا ما عندي اي مشكله مع احد. نعم. و
يعني اللي اصادفها علاقتي اوكي يعني بالصدفه ما في علاقه شخصيه بينكم يعني مثلا اتصال والله نشوف بعض ولا نطلع ولا بس ممكن الصدفه لا الصدفه يعني ايفنت ولا شيء اي بس انا ما عندي اي مشكله في بعضهم يكلموني واكلمهم بس لك علاقه قريبه مع فاطمه الهزاع اي فاطمه الهزاع صديقتي وزميلتي اختي وايد احبها بنيه بنت منو غيرها صراحة. بس انا شفتك كذا مره علاقتك تتجدد او مو تتجدد يعني مستمره مع اعلاميات حتى انا اي انا عندي وايد علاقات وايد علاقات وايد بس وايد. مقربين لك مثل انت تعرفين انت لازم تقولي لنا والله وايد انا اقعد مع وايد ناس وما عندي يعني ان هذه لا وهذه لا ما عندي مشكله مع الكل طيب اليوم خلود دكتوره خلود ولا نقول خلود عادي اللي تبي عادي طيب انت اليوم شايفه ليش تاثير قوي بالسوشيال ميديا اي الحمد لله وما هو التاثير هل هو التاثير بس اني انا انزل اعلان والناس تتابعه ولا هم ممكن تطرحين موقف انا تشوف انا هذا السؤال يعني احب زي قبل ما اسال بقول شغله خلود انا جايب الاعلانات كله قاعد تقول لي ما ابي ما ابي لا أنا أتكلم على التأثير الإعلانات بس لا الإعلانات أنا أتكلم مو التأثير بالإعلانات أتكلم على التأثير إن اليوم تتبنى موقف مثلاً أي بس خلود في ناس عباله بهيد في ناس إنه تهاوش تستيب إعلانات تسوي مشاكل ومع شركات شيء لا إيش معنى هذا إيش معنى أنا شايف قدام عيوني خلود لا أنا يجيب إعلانات ترفض شوف تطلب باليوم إعلان أو إعلانين تقول لي لا تزيد نعم لا أجيب لها لأنه أنا زين أمين برأيك هل هي قدوة حسنة ما قاطعك هل هي قدوة حسنة لما تسوي الإعلان أو الناس تتابعها علشان موضوع معين المضمون لا ما يعتبر حسنة لأن هي ما تسوي يعني شلون كل أنا أجيب لها إعلانات تقول خلود اليوم عندك إعلان تقول لي لا ما أبي تقول لي مزاج يعني كيف خلود أثرتي بناس أكيد من أي ناحية شوفي أنا دائما أظهر الناحية الإيجابية من حياتي حتى لو في قضية مهمة قضية رأي عام أي قضية أيا كان لما أتكلم برأيي أخلي الناس حتى لو كان هم ماخذين فكرة غلط عن القضية أنا بكلامي أقدر يعني مو كلهم أقول ثلاثة أرباع الناس أن أقدر أغير فكرتهم طيب اليوم شلون شايفين المصداقية بالإعلانات اليوم ممكن أكيد سمعته أو شفته ممكن الناس تعلن عن شيء وهو كلام أساسا بس تسويق والناس ترى تلحق وما تدري شلون شايفين هذا الوضع؟ يبين انك ما تقول ان عليه حلو ولا شيء بس تصوره تمشي وبس اي اما اذا صممت عليه يعني اليوم اي اعلان اصوره وامشي معناته خلاص انه ممكن يكون في شيء؟ لا امين مو كذا انت من ناحيه صغيره انا اليوم خلود نزلت اعلان نزلت اعلان وما كان هي ما كانت موجوده قالت هذا المطعم زين ما كان فيه شيء اي مطعم هل ينطبق عليها الموضوع؟ ما راح اقول اسمه ما كان تسوي له دعايه اليوم نزلتي بالمهبوله اي لا كنت موجودة بس حطيتي انت الكلام اللي حطيته ما كنت موجودة أوكي. بلا لا. موجودة كنت بافتتاح وانا شرط عليهم ان نوزع حق شو اسمه المنطقة كلها وانا وياهم نزلنا ووزعنا يومها بالمطعم هذا يعني شو اللي عجبني فيه؟ قلت له ابي اوزع حق المنطقة كلها قال لي حاضر شنو تبي؟ قلت له كل شيء نزلنا انا وخلود بيتنا من شخص لشخص زين احنا ما حاشنا شيء كنا ننطر عاد والله صدق ترى كلهم حلو خلود عندك مشاكل مع فنانات مثل شفتي فنانه وكنتي تبي تصورين معاها والموقف عندك يا اي شنو اللي صار؟ شو اسمه رفضت يعني اني اصور منو هي؟ لا ما اقول منو هي الفنانه؟ عادي قولي لا ما اقول شلون كانت رده فعلك؟ يوم رفضت انا حتى الامر عادي انت ما شفت وجهها في الانستغرام انا اقول لكم انا لما اشوف مثلا مشاهير ترى انا يعني اوكي انا مشهوره بس لما اشوف مشاهير والله نفس الفانزات الله شلونك اخبارك انا احبك وانا اتابعك عادي اصور معك انا كذي يعني هم يستغربون انه شنو ف يعني في بعض يعني وايد ناس كل يعني كلهم اوكي بس انه صادفت ثنتين صراحه نعم دقروني دقرة يما اعوذ بالله طيب بس ما اقول اسامي بس انا اعرفها طيب احنا الحين راح نحط فيديو صغير نشوفه ونرجع لكم كلمونا على الفيديو كليب شيء وايد حلو صراحه وايد حلو تدرين كل كلمات كلماتنا ولا لا؟ اي لا ما عندي المخرج قاعد شهرين بس يطالع سناباتنا وياخذ الكلام ياخذ الكلام تعطيني يا خلود ولا نعطيه انا عارفه فدوى انا منها هي بس اما الباقي امين انت اوكي اوكي وكله يعني اني ما انحرم منك وما اشوف غيرك كل
كل كلماتنا اي كذي بس مسويها. شلون فكرتوا في التجربه هذه؟ هو ترى نفسه الفنان غباشي حق غباشي حلو اي فهو اقترح علينا هو كان منزل اغنيه ايه قديمه وايد غباشي ترى مو من 2014 فمتى طلعت لما انا وخلود قمنا ننزل فيديوهات عنها طلعت يهمني فهو استغرب قال نازله من زمان دام تشيل اغنيه ثانيه راح تضرب ويانا كذا مطرب بس كبار ما نبي ويا كبار بدينا ويا صغير وهذا شيء وايد حلو راح تمثلون؟ لا ما تفكرون حتى لو انعرض عليكم؟ لا ولا مسرح ولا شيء ها؟ لا لا وين راح توصلون بالسوشيال ميديا؟ اصلا احنا ما بنيناها ترى هي بالصدفه صدفه ترى هي بالصدفه ما في شيء انا بوصل له ما في تارجت معين بوصل له هذه انا نعم شنو يصير بعدين شنو يتطور بحياتي ما ادري تشوفون هذا الشيء صح ولا غلط؟ شنو هو؟ اللي قاعد تسوونه الحريه الشخصيه شلون حريه الشخصيه؟ الحريه التصوير يعني الحين والخصوصيات اللي قاعد تصير خلود؟ ردي بغض النظر عن شنو لابسه بالتصوير بغض النظر عن اللبس اول يوم اول مره اشوف عصبي هي شنو لابسه؟ بغض النظر عن اللبس او عمرنا تكلمنا عن السياسه والعلن اي احد ما له شغل ولا مره تكلمنا هذه حياه زوجيه ولا حتى ليش اسمها حياه زوجيه؟ اي انا وايد على الزوج والزوجه وينتهي الموضوع صح؟ ولا حد يدري اي ادري احنا ما جينا بحد ولا لبسنا الحمد لله مستور وكل شيء وعمري ما تكلمت بأحد من وراء لا من وراء ولا من قدامه لان هذا شاشه اذا تحكى قدامي يعني مثل ما احنا قدامكم اما من وراء الطف هذا شيء ثاني وشيء ثاني الحمد لله المره هاي انت شو تشوفين؟ شنو؟ يعني لبسك وابتسامتها وما في دكوره اي لا يعني هو الموضوع انه قصدي ان الحياه الزوجيه خصوصيه صح؟ احنا الحين بعصر السوشيال ميديا بعصر التصوير بعصر السناب بكل مكان تمشين بتلاقي الناس تصور 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 اقول لك الحين بالزوارة ولا حد يسولف مع الثاني كلهم ماسكين تليفوناتهم يصورون صارت الموضه الحين ايه فكذي عرفتي احنا اليوم تصوير. ساعدنا في لقائكم والله يتمم عليكم ان شاء الله والله يسهل عليك الحمل تسلم لي اخوي وتودين بالسلامه ان شاء الله وذي ولد سموه فيصل ان شاء الله حلو اسم فيصل ساعة مباركة شرفنا فيك الله يبارك بحياتك بعد الفاصل الرياضة مع محمد رضا